غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي تعقد بمدينة الرياض. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية. السادة الحضور، لقد حذرت مصر مراراً وتكراراً من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة، وإنه مهما كانت محاولات ضبط النفس فإن طول أمد الاعتداءات وقسوتها غير المسبوقة كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها بين ليلة وضحاها. وأخيراً أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره، أقول لهم إن مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام، والآن تأتي مسؤوليتكم الكبرى في الضغط الفعال لوقف نزيف الدم للفلسطينيين فوراً، ثم معالجة جذور الصراع وإعطاء الحق لأصحابه كسبيل وحيد لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان دون خوف أو ترويع، ودون أطفال تقتل أو تيتم، ودون أجيال جديدة تولد فلا تجد حولها إلا الكراهية والعداء. فليتحد العالم كله حكومات وشعوبا لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال بما يليق بإنسانيتنا ويتسق مع ما ننادي به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق، جميع الحقوق وليس بعضها. أشكركم. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، وذلك على هامش انعقاد القمة المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، حيث التقى سيادته بكل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد والرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.